طيب هنروح بقى لبطوله العالم للدراجات اللي شغاله دلوقتي، او طبعا مشاركه عدد كبير جدا 74 دوله. اللي هقوله لكم الخبر اللي هقوله لكم ده هو ده من احد المكاسب الرهيبه جدا 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 لاي بطوله عالميه بتنظم على ارض مصر. جولات سياحيه لوفود المشاركه ببطوله العالم للدراجات. اللجنه العليا المنظمه لبطوله العالم لناشئي الدراجات للمضمار برئاسه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي نظم زياره للعيبه، ودي صور للعيبه والحكام والمسؤولين عن المنتخبات المشاركه في البطوله لابرز الاماكن السياحيه في مصر بالتنسيق مع وزاره السياحه. ليه حضراتكم شايفينه ده احد القوه الناعمه للرياضه. الوفد زار عده اماكن سياحيه في مصر، زار الاهرامات وابو الهول وبنورما حرم اكتوبر عشان يتعرفوا على معالم ورموز مصر السياحيه، ودي حاجه من اهم اللقطات اللي بيرجع بيها الرياضيين لبلدهم. خلي بالك اقول لكم الرياضيين دول بيرجعوا بلدهم طبعا بيشوفوا او بيتباهوا بهذه الصور، زائد السوشيال ميديا. كل الابطال دلوقتي دول حطوا صورهم على السوشيال ميديا، انستجرام فيسبوك تويتر، كل فيسبوك، كل يعني صورهم دي نزلت، دي اكبر دعايه لمصر في كل مكان في العالم، وهي دي القوه الناعمه للرياضه اللي دايما بنقول ان الرياضه، وفي طفره كبيره جدا حاصله هتواكب ان شاء الله الطفره الكبيره في الاستضافه، طفره فنيه وايضا طفره انشائيه في مجال السياحه. وطبعا اغلب اعضاء الوفد كانوا حريصين على التقاط صور تذكاريه زي ما قلنا لحضراتكم في او ورينا حضراتكم في الصور.